الفكرة كانت سعودية، ومن المملكة انطلقت النسخة الأولى لبطولة العالم للقارات في أكتوبر بمشاركة السعودية والولايات المتحدة والأرجنتين. وتعتبر السعودية الأكثر مشاركة في هذه المسابقة برصيد 4 مرات، والمنتخب السعودي هو العربي الوحيد الذي بلغ نهائي هذه المسابقة، وكان أمام الأرجنتين. وسجل سعيد العوران هدف السعودية الوحيد في الرياض، وللوصول إلى هذه المرحلة أزاح المنتخب السعودي من طريقه نظيره الأمريكي ب3 أهداف دون مقابل. وحملت النسختين الأوليتين اسم كأس الملك فهد قبل أن يتحول المسمى إلى كأس العالم للقارات. وفي المكسيك نالت الدولة المنظمة اللقب بفوزها على البرازيل في مباراة مثيرة 4-3، وحققت السعودية المركز الرابع وفازت على مصر فوزا تاريخيا بنتيجة 5-2. ومثلت تونس العرب في نسخة 2005 في ألمانيا بوصفها بطلة إفريقيا، وحققت فوزا وحيدا على أستراليا. النسخة الأخيرة التي شهدت مشاركة منتخبين عربيين أقيمت في جنوب إفريقيا، وحقق منتخب الفراعنة نتيجة تاريخية بالفوز على بطل العالم إيطاليا بهدف دون مقابل. المنتخب العربي الآخر في هذه الدورة هو العراق، ولم يتخطى دور المجموعات وشارك في البطولة بوصفه بطلا للقارة الآسيوية في عام 2007. وتقول الحصيلة بأن 5 منتخبات عربية شاركت في هذه البطولة، أفضلها رقميا المملكة العربية السعودية، تليها مصر ثم تونس فالعراق ثم الإمارات. غفر للمؤذن، العربية.